ولسه رح يصير فيهم أكتر من هيك. شو يلي عم تقوله؟ ماني عم صدق. شلون بتسمح لحالك تحكي هالحكي؟ ليش كلامي غلط؟ قليل يلي عملوا معي؟ الله ما رح يسامحن على اللي عملوا فيني. انت ما في بقلبك رحمة. مانك شايف شو صاير معه؟ شبب أول عمره ممكن يكون مات وانت مبسوط من هالشي مو هيك؟ بلا كلام فاضي، طبعاً ما برد له الموت، بس بحب إنه نعيشوا هذا الخوف لحتى يفهموا ويحسوا شلون أنا كنت عم بتعذب لما أخذوا ابني مني. تصور لو إنه نهاد طالع بهديك المروحية وصار معه هالشي لا سمح الله. حط حالك محلهم يا حلمي وفكر لنشوف. وقتها فيك تضحك قد ما بدك. كيف نهال؟ هلأ نايمة لأنه الدواء أخذ مفعوله. حبيبتي مراد كتير متضايق، نام وهو زعلان، وأنتو غرفكن جاهزة، يلا روحوا ناموا. رح يطلع الضوء، أساساً أنا مو جايني نوم. بس ما بصير هيك، لازم نرتاح شوي. بشرة أنت طلعي نامي بغرفة مهند، بيسانو أنت لغرفتك. يلا أنا مو جايني نوم، ما فيني نام أصلاً. إذا إجا أي خبر رح نفيقك، لا تخافي. وعدنان بك بس يوصل لهنيك رح يتصل. مزبوط كلامي؟ أنا منيحة هيك رجاءً. أنا رح كون بغرفة نهال وما رح نام. إذا إجا أي خبر بفيقك، وعد. رجاءً تركوني على راحتي. وأنا كمان مو جايني نوم. أنتِ ما لازم تتعبي حالك بيسان. ماما أنا مرتاحة. طيب ماشي، أنا رايحة نام. ما منعرف بكرة شو يلي عم يستنانا. ما في داعي إنكن تسهروا وتتعبوا حالكن بنوم. تصبحوا على خير. وانتي تصبحوا على خير حبيبتي. من أهله. سمرخانهم وينها؟ بالجنينة، حبيت إنه تغير جو. قديش ضلت علاقتك انتي ومهند؟
ليش هالسؤال هلا؟ خطر على بالي. ضلينا أقل من سنة. عن جد عم تحكي؟ أنا بتذكر إنه أكتر من هيك. لا بس هيك. دائما كنت شوف صوركم بالجرايد، كانوا يقولوا إنكم رح تتزوجوا. أنت بتعرفي حكي جرايد. ليش تركتوا بعض؟ ما في سبب معين، ما صار نصيب. خانك شي؟ لا ما في هيك شي بنوب. تعرفتي على نهاد بعد ما تركتوا بعض انتي ومهند؟ مو فوراً، يعني بعد شهر شهرين. لما تعرفت على نهاد مهند كان طالع من حياتي نهائياً، وهلأ ما في شي بيناتنا إلا قرابي بعيدة. اثنيناتنا عملنا الاختيار الصح وأنا مبسوطة مع نهاد ومع أولادي كمان، وواثقة رح تكونوا مبسوطين بحياتكم. برأيك هو عايش؟ رح يرجع؟ هو كل شي بالنسبة إلي، وإذا صار له شي أنا بموت. Thank you.